العالم كل يوم في تحديات، كل يوم في صراع، فما بالكم لما تكون امرأة قررت أنها تصنع تاريخ كرة القدم النسوية في الجزائر. معايا ومعاكم نهار اليوم نعيمة العوادي. الزلفلام صار كل شيء. أهلا. تفضلي. ضيفتي في حلقة اليوم هي اللاعبة الدولية السابقة نعيمة العوادي. مرحبا بك معنا. مرحبا بك شيماء، ميرسي على الاستضافة الطيبة شكرا لقبولك دعوة. أكيد، كيفاش ما نقبلش معك أنت جامي. شكرا لك نعيمة. اليوم في كتاب المشاهير رح نحاول أنه نحكي على كرة القدم، على من جديد كرة القدم، على بزاف أمور، على نعيمة وراهي اليوم، على جيسكا، ما باريت بوكو تشوز، فراح نحاولوا أنه نلموا بكل شيء، وأنه ساعة أو 52 دقيقة ما تكفيش باش نكملوا كل شيء. يلا هنبدأ. أول شيء خليني أقول لك أنه لو كانت حياتك كتاب، وش هتسميها؟ عنوان وش هيكون؟ العنوان صراعات نعيمة العوادي مع كرة القدم في الجزائر. العنوان ملفت جدا. أكيد. يلا خلينا نواصله، بعدين راح في نقطة إلى السطر راح يكون فيه بزاف نقاط راح تحطها معنا نعيمة العوادي إلى السطر. أول شيء خلينا نروح للبدايات، نقول للجانب المضيء لكرة القدم، أنه حكايتك في والتحاقك أو الشوا ديالك لكرة القدم أو اختيارك لكرة القدم فيه ربما نقولوا أن بوان بيزار لما الناس يكتشفوا أنك كنتي في الجيدو، كنت في ممارسة رياضة الجيدو، بعدها رحت لكرة القدم. كيفاش من أتليت في الجيدو لكرة القدم؟ والله جودو ما كنتش يعني ماشي الرياضة المفضلة تاعي بكل صراحة، الرياضة المفضلة تاعي هي كرة القدم، ولكن في العشرة السوداء ما كانش كرة قدم نسائية، ما كانش ميزيزتو با، دونك إي قلت لي مالا، قلت لي مالا، يعني كنت لازم نمارس الرياضة، مارست جودو وتحصلت على ميداليات برونزية في البطولة الوطنية، وحتى ألعاب القوى، حتى كنت في المنتخب الوطني للجودو. بعدين تلمي حبي للكرة قلت أنا نمارس رياضة اللي تكون فيها في ستات أول نوفمبر، في الملعب أول نوفمبر، قلت نروح نمارس ألعاب القوى. يعني ألعاب القوى يعني خيرتين باش تروحي للستاد، مش أم الألعاب أو أم الرياضات يعني، ولكن يعني أكثر شيء أنه كنت حابان باش نلعب الفوت كرة القدم. يعني وبعدها حقق لك أمنيتك المدرب عمر قاسي، وبديتي وباشرتي ممارسة تدريبات كرة القدم مع الذكور. لا نصحح لك معلومة، حتى واحد ما جابني استاجر، كو أنا عرضوني باش نروح ندير ليكزيبيسيون في ستاد في ملعب أول نوفمبر في افتتاح، يعني افون لو ماتش تاع جي اس كا مولوديا ولا جي اس كا اليو اس ما اكسيتيرا، نروح أنايا جو كومونس ا جونغلي بور دير كو جو سوي اون في جو سي جونغلي اون بو. دونك المرحوم حنا شي ربي يرحمه إن شاء الله، هو اللي جابني وقال لي تيان نعطي لك مهمة انه تكوني لي فريق نسوي لكرة القدم. يعني احنا باش تشوفي في 96 يعني اون ديباسي لي زوروبيان في التفتح ونعطوا اسم كبير لكرة القدم النسائية عكس ما يقدر يروج له. يعني كانت مبادرة من مدرب يعني ما عندهاش يعني حاجه ايتيدي ولا سيتي من عندي رئيس كبير امبراطور في كره القدم الافريقيه مش الجزائريه ربي يرحمه. هو اللي جابني، هو اللي عطاني هاد لابيل اوبورتونيتي، سكو انا رحت لعندو باش ندير تاشيره نروح لفرنسا بور جوي على ليترونجي بور تيستي ما كارير كوم لو فوتبول فيمينا ما اكزيستيش في الجزائر، ولكن هو عطاني هاد لابيل اوبورتونيتي، فتح لي مجالات ورحت قانيت كونت الفريق، ويعني ورحت بعيد من امن هذاك، سيدير كو ارسلت وزير الشباب والرياضه انا ذاك مولدي عيساوي، وين يعني استقبلني وجاب معهم مسؤولين كيما مدام خليلي كانت مسؤوله في المديره في التقنيه في وزاره الشباب والرياضه، وين يعني درنا اول دوره وطنيه كره قدم نسائيه سيتي 8 مارس 96 في عنابه.
وشنو ربما أكثر الصعوبات اللي تقدر تواجهها امرأة لما تدخل مجال حكرا على الرجال؟ والله شوفي فهمك حاجة، يعني أنا بكل صراحة مش عندي بروبليم، كانش عندي مشكل بكل صراحة. بورتون سيتي في لا ديسيني نوار يعني au contraire استقبلوني وكل الناس حتى لو بوبل enfin le public كابيل يعني متيزي وزو كل صراحة والله ولاد الحومة العائلة au contraire. ربما في هذاك الوقت صعب انه واحد يقتنع الجمهور انه يقتنع انه امرأة تدخل كرة القدم. وفاجئ كل الناس ولا مرة ولعبت قدام 30 ألف متفرج أنا مرة وحدي تشجيعات كل احترام نخرج في الشارع بلي فيليسيتاسيون بلي زانكوراجمان يعني باش نقول لك إنه جي جامي دو بروبليم ما كان حتى عندي مشكل والله الحمد لله يا ربي ليومنا هذا ولا واحد أذاني ولا قسني ولا قالي كلام ليجرح. قبل ما نروحوا نكملوا لقاءات اخرى ونروحوا طبعا للكويز ديالنا او الكويز في فقره اليوم او في حلقه اليوم عفوا، احكي لنا على لقب مارادونا. لقب مارادونا والله رؤوف حفظ الله نحييه بالمناسبه في 94 جاو داروا لي حصه مواهب، كانت حصه مواهب يعني كانت تبث عبر التلفزيون العمومي تجول على التلفزيون العمومي اي بي جالتيزي وزو دار لي دو كوت بيدو تاي تي بو روند تما شبه لون جونغلي دو جونغلي بي غوش بي غوش بي دوا ولا بلي دو بي بلاكي دونك هو اللي قبل لي مارادونا في حصه مواهب. ولكن في الحومه لما كنت نلعب كانوا يعيطوا لي نعيمه ماجر لا ستار تاعنا ماجر نحيا بالمناسبه اسطوره كره القدم الجزائريه يعني كانوا يسموني نعيمه ماجر. بعدها اصبحتي اول جزائريه تحترف في اوروبا في سن 21، احكي لنا ديجا عن تجربتك في الاحترافيه. والله أول مرة نروح لألمانيا وفي نادي كبير كبير جدا في هذاك الوقت 98 كما تقولي دوكا لويم فيمينا لويل ليكيب دو ليون فيهم أبرز لاعبات المنتخب الألماني وبينهم بيرغيت برينس على بري دو تيتر دو ميير جوز دو موند باش نقول لك برك. رحت لتما كنت خايفانة خايفانة باسكو ما عنديش خبرة في كرة القدم ما مارستش ما درتش قاعدة كرة القدم سما ولكن جي بو انتغري ولكن اللغه لا لونغ كتعرفي تكوني في عائله كبيره الغربه جاتني كثير كثير صعيبه. عندنا ربما هذيك الصوره على لاعبي كره القدم او لاعبات كره القدم انهم عندهم ان كاشي انورم يتقاضوا مبالغ ماليه خياليه اول راتب تقاضيتي من كره القدم هو في المانيا كل صراحه في المانيا لا موني دويتش نسيت لاموني هذاك الوقت باسكو هما فات كل شهر لو ماناجير اي فيان في الفيستير كل وحده يعطي لها ما هي تاعها اوكي وهذاك الوقت اي مون دوني ان سالير داك الوقت سيتي 500 يورو تاع الوقت هذا ولكن سي بوكو دارجون باسكو كنت نوري لوجي بلانشي ترانسبور اكسيتيرا هذا سي جوست يعني هذاك الوقت شحال كانت بالدينار انت والله ابي بري هذاك الوقت 10 ملايين 10 هذاك الوقت 98 سي بوكو دارجون سي كومون بوكو دارجون سي كومون وي 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 كنا ناكل ونشرب ويجيو يدوني اكسيتيرا يافي لي بريم دو ماتش اوسي كونت اون غاني دونك حضرتي بها اول حاجه العائله تاعي انا اول شيء سي ما فامي ابري سي مو الله يبارك ربي يخليهم لك عايشك. حبينا ايضا انك تحكي لنا نعيمة عن تجربتك مع المنتخب الوطني كيفاش كانت كلاعبة اسعد ايامي في طول حياتي يعني نسمع انه ربما لاعبي كره القدم او لاعبه كره القدم دائما عندهم حتى لي زاتليت كامل الرياضيين اكثر حاجه مهمه بالنسبه لهم واكثر حاجه تفرحهم هي انهم يرفعوا بلاد الجزائر يرفعوا علم الجزائر عفوا علم بلادهم في ربما في المحافل الدوليه فكيفاش انت تجربتك كيفاش كانت مع انا ماشي لي تروفي اللي نفرح فيهم سيتاتوك انايا بو موا نمثل المراه الجزائريه نشرف المراه الجزائريه اوكي وشو هو الشيء اللي كنت متمنيه انك تحققيه في هذا المجال وما قدرتيش او في هذه الرياضه ولا بكل صراحه اني نكون مسؤوله في كره القدم في الاتحاديه لانه كل مسؤولين اللي فاتوا في هذا الاتحاديه فشلوا في المهمه تاعهم فشلوا لدرجه ما تتصوريش وشو السبب اللي يخليهم يفشلوا في لانهم كلهم كل وحده تضرب على مصالحها الشخصيه سيتو تخممش على المصلحه العامه المصلحه الشخصيه والانسان كي لي با باسيوني انسان اللي ما يامنش بالقدرات تاعو الانسان اللي ما يخدمش لبلده ما تسني والو من عنده
علاقتك بجيسكا نعيمة الكل يعرفها من بداياتك، يعني خلينا ديجا كنت يعني تحلمي انك تكوني في انك تمثلي هذا الفريق او تمثلي هذا ترفعي ربما هذه الالوان. اليوم انت في منصب يقدر يخليك تروحي بعيد بهذه الالوان باذن الله تعالى، ولكن يعني انا قلت لك يا اخي حبست حلفت ما زدتش نلعب كره القدم النسائيه لانه سياسه البريكولاج وسياسه بزاف حوايج ما لا استطيع ان اشارك هذو الناس ربي يسامحهم. جياسكا ما نقدرش نقولها لا امبوسيبل. هاد الجياسكا ايتو كاين دنيت الاكاديميه اللي راهي جايه وراهي ربما تكون في لاعبي نقولوا لو فيتور او ان شاء الله مستقبليين نشوفوهم. كيفاش انت وشنو هو ربما لا باز او لي برينسيپ او المبادئ اللي تقدميها للاعبي كره القدم او لاعبات كره القدم؟ والله يعني هنا نداء لرئيس الجمهوريه لما قال الناس اللي ساكنه في الغربه venez investir en Algérie. راني جيت للجزائر باش ننفيستي دو كري ما بروبر اكاديمي، ولكن المشكل العويس انه لما تكوني في بلديه ما يستغلوك باش يدوا دراهم اوركو سي دي انفراستركتور ايتاتيك نخلص، ولكن ما تخلصنيش اموال باهظه ما يخلوكش تخدمي، ما عندناش مرافق وين انا ندرب. عندي مشكل كبير وفي هذا المنبر نحيي لو ريكتور تاع ديلي ابراهيم لونيفرسيتي دو ديلي ابراهيم والامين العام سي ملال اللي فتحوا لي الابواب، كل صراحه فتحوا لي الابواب وعطاو لي دي تيران وراني ندرب تمايا مع الاشبال تاعي يعني توت كاتيجوري، لانه عندي مشاكل كبار ما كاش مرافق باش تكوني. ونقول لك بليك عندي في الاول اونايتد اكاديمي عندي مواهب والله يحسد عليهم بالشبيبة والمولودية واليواسمة. أنا نشوف أن الناس هادوما تاع اللي حطوهم دي ديتكتور دي جون تالون دي تي اس دي خورطي توسا خورطي بمليار باسكو يدو الدراهم بصح ما لابالهمش باش يخدموا. مع كل احتراماتي لكل واحد فيهم يا دي زاكاديمي كاين لي سون سيريو كاين سون با سيريو انفيتي لي عرضوهم وديروا مقابلات فو ديتكتي دي جون تالون، يعني بلا ما تخسر درام بلا ما تخسر اي حاجه دوني لا شانس ا سي جون لا يعني ندو لهم فرصه انهم يبانوا. يعطيك الصحه لو سول سي لا جيسكا اللي فتحوا لي الابواب كل صراحه اللي ندير مقابله وديه ونقول لهم ماشي باش نجيبهم بالبيستون لا لا ريغاردي سي دي جون تالون وتقدروا هاد اللاعبين هادوما يكونوا في المستقبل ان شاء الله طبعا نستثمر فيهم ويكونوا لاعبي المستقبل. أكيد. شكرا لك نعيمه. من هذه النقطه نمر مباشره لاول كويز في حلقه اليوم مع نعيمه العوادي، هو كويز الصور. أول كويز في حلقة اليوم في كتاب المشاهير هو كويز الصور مع نعيمة العوادي. عندك صور تعلقين عليهم في كل مرة. أوكي. يلا نبدأ. أي صورة ما تحبيش تعلقي عليها دوريها وحطيها في طابلو. خير. يلا. بغداد بونجاح إنسان نحبه كثير، أن فغي بروفيسيونيل وإنسان مؤدب جدا جدا. اي جو لي سويت كو دو بون ان شاء الله. عندك تعليق على ربما رحيله عن النادي القطري؟ ان شاء الله يجي لجياسكا. ان شاء الله علاش لا. بون سا ميتونري راح يتبع حبيبه بالليلي جو بونس. يلا. صوره ثانيه بن شيخ كو جام بوكو كل صراحه جام بوكو الى سان ستيل كومون يل انيم ولا كومون يل كوم كونسلتان نحترم انا اراءه ولكن سي ان اسطوره سي ان غون فوتبولور دونك جام بوكو سي. تختلف ربما عاده معاه الكثير من اراءه في البلاطو التلفزيونيه. توتافي دي فوا جي نعم ما يعتبش عليك هو؟ لا لا اي سوبر جونتي سي ان هوم تري تري غالون واحد اللي ما يعرفوش والله انسان محترم ويحترم بزاف المراه سورتو. ما عيط لك ما قال لك علاش كي تاتاكي؟ لا il m'a récompensé récemment في ديال ابراهيم فاروق سي ان فرير سي ان امي خدمنا كيف كيف هو كانيت دي فوا ما نتفاهموش في البلاطو ولكن سي ان فرير نعرفو كلاعب كي كان في شبيبه القبائل دونك نتعرفو صافي دي زاني خدم في الشبيبه اي خدمنا كيف كيف دونك نوجه له التحيه. خلافاتكم حقيقه خلافاتكم في البلاطو طبعا وي. في الاراء حقيقيه او ربما الناس تكون تعتقد انها مفبركه او سيناريزي؟ انا وياه في شوف نتفاهموا اون دور دو بلاطو ولكن في البلاطو والله ماشي مفبركه. انا وياه هو يعطي رايه وانا نعطي رايه وندير انا ما نفهموش وما يفهمنيش نختلفوا الاراء ولكن هذا هو لو شارم تاع لي كونسلتون دي فوا انا نفهمو دي فوا ما يفهمنيش وهي رايحه ولكن بكل احترام. كل تكون امراه في البلاطو تعلق بكره القدم ما يحقروهاش مين داكسي سادير كو بيتاتر كو يحقروها بيتاتر في الكونسلتينغ تاعها سي واش
تعطي رايها، ولكن لما تفضي شخصيتك وتعرفي بلي راكي تعطي رايك يعني اون ايتون اوبجيكتيف و تري بروفيسيونيل، غيرهم غير يحترموني وبس. طار يلا نمروا لصوره اخرى. لا سي بالمد انا بو موا ولا جيتي تريست اللي راح خرج، انا بالنسبه لي خرج من الباب الضيق. جوري ايمي كي يكمل بول مونديال بكل صراحه، يعني باش نشوف باسكو هو الحرقه تاعو سيتي لو مونديال وكاليفينا المونديال باسكو الى يو ان ايشيك على دانيم دونك. ولكن يعني مالوغوزمون ان شاء الله تو سكو جو لي سويتري ان شاء الله اون بيل ريوسيت افيك منتخب واحد اخر. الكثير من الناس لم توحدوا على الاخفاق، هل يلام وحده على الاخفاق ام الفريق كله؟ لا لا بكل صراحه يلام وحده بكل صراحه، يعني سيتي لو ميتر ابور الى اي تو سكي فولي، عنده لي كارتون بلانش il n'a pas su كيفاش يجيريهم، مي كوتي يتحمل مسؤوليته وحده بكل صراحه. يلا مروا لصوره اخرى. ما نعلقش الناس اللي ما عرفتش الصوره ربما هي احنا عاده كي نغلقوا الصوره ما نقولوش شكون نعاودوا ليها يا حسين اشيو. اوكي كنت نحترمه كل صراحه، كنت نحترمه انسان محترم، ولكن صرا حاجه يعني ما استنيتهاش من انسان كيما هو يعني يدير كيما هاك. يعني وش اللي خلاك تزعفي منه لهالدرجه؟ والله علقت في حصص ناس البالون، عطيت رايي ما عجبوش ولا يهضر عليا بلي كونكوا وكذا وكذا، يعني كلام مش مليح في العلن في التلفزيون. لا, لا 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 في برا يعني وحتى لما كان في اليوسما يعني اتحاد العاصمه ومدير التقنيه انا ما كنتش على بالي، اتصلت بصديق قلت له سي فو فير اون ايكيب فيمينين تاع اليوسما يا با بروبليم جو سو على ديسبوزيسيون، قال له هي تقطع عليا في البلاطوات وانا نجيبها. يعني سي ميشون هاد الناس هادو، لما يتقطعوا هما يقطعوا على الناس ويحطوا يهضروا بزاف على الناس ويقطعوا عليهم، علاش الناس ما تزعفش عليهم؟ انا ينهار نتوشي الحرمه ونتوشي الخصوصيات لا اوكي يا با سوسي، ولكن كنت هضر جيتي تري اوبجيكتيف في ان شو. يعني هو اداني بكلام وبعث لي ناس نقول له شكرا شكرا بما انه علقنا خلاص نعلقوش ما منعلق ما يلا حناشي ربي يرحموه سي سي لا سول بيرسون كي كري اون موا كل صراحه c'est la seule personne qui a donné les choses pour le football féminin. C'est grâce à lui ce que je suis devenue aujourd'hui. C'est grâce à lui que je suis allée à l'Allemagne, qui m'a aidé, qui m'a aidé, etc. يعني dommage que هذا الرجل هدايا واش داروا له شيناس ربي يسامحهم، يقعد اسطوره يقعد امبراطور كرئيس رئيس انديه كره القدم الجزائريه وحتى في افريقيا، ما كانش ان اوتر بريزيدون اللي يمثلوا ولا اللي يكون كيما هو. نتمنى له ان شاء الله الرحمه وان شاء الله يكون من اهل الجنه. اي مي مونك بوكو اي جو سالو لور فامي سا فامي سي فرير، نقول لهم جو فوز امبراس اللي دون نوتر كو حنا شي عمره ما يروح. ربي يرحمه ان شاء الله. طبعا تحيه كبيره لعائلته. من هذا الكويز نمر مباشره لثاني فقره، فقره ما بين السطور مع نعيم العود. ثاني فقره في كتاب المشاهير هي فقره ما بين السطور، الفقره اللي نتعرفوا بها اكثر على ضيوفنا بوكو بلوس شخصيتهم هما كيفاش عاملين. فنبداو ديريكتومون شخصيه نعيمه العوادي من برا قويه جدا، الناس كامل تشوفها قويه، لازم تكون قويه باش تكون لاعبه كره قدم، ولكن هل القوه هذيك تتصنعيها او هي حقيقيه؟ نو انا مش انسانه، انا الناس تعرفني جو سويز اون بيرسون كي تري كلير اي نت، يعني لا اصطنع اي شيء، يعني من الكلام تاعي من لي جست تاعي من خدمتي من شخصيتي. ما يخفلكش انه لما تكون تمارسي رياضه رجاليه بين قوسين وفي مجتمع متحفظ، الرياضه هذه ما كانتش دونك تي اوبليجي داتر دور باسكو حتى اذا ما كنتيش يعني اوبليجي عليك تكوني قويه مع الوقت. اكيد اكيد تحطي اون باريير، يعني تحطي حاجز من الاول. وثاني شيء يعني هذه هي شخصيتي، انا انسانه كثير براغماتيكيه تري تري كاريزماتيك تري نحب كلش بيرفكشن، اي بي باش تكوني هكا il faut que tu sois très forte. ودغيغ هاد لا فورس ودغيغ هاد القوه ودغيغ نعيمه العوادي لاعبه كره القدم اللي لما يشوفوها مش ما على بالكمش انه لما تكون في سيارتها وتكون تسوق تسمع اليسا
لا علاقه. شوفي ولا واحد كان يستنى النوت تكون لعبه كره قدم وتسمعي الاليسا هذه ولا حتى يستنى. شوفي والله العظيم سي ما شانتوز بريفيري كو جو كيف انورميمون يعني نموت عليها نعشقها اليسا يعني باسكو على باز مون جو سوي بيرسون كي تري سنتيمونتال يعني شي شخصيه حاجه ولكن حياتي واحد اخرى جو سوي اون بيرسون تري دوس تري كالم تري ساج اي دونك فلي هذا يعني نموت على لا ميوزيك سنتيمونتال حتى سيلين ديون جو كيف ترو زاهو باغ اكزومبل ما شاء الله المظاهر خداعه لما تشوفها مره تقول هذه تسمع سيغمون الغوطه اليسا افون 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 افون. علاش يقولوا انه الرومانسيين هما حظهم قليل في الزواج او في الرومانسيه؟ لا غالبا تحم علي سوفاج ما كاش الرجال الرومانسيين قليل يعني الرجال الرومانسيين ما يحبوش الرومانتيزم. الرجل الجزائري اون جينيرال يحب دغري يحب ديريكت سمعت عمره تاع الدار وقاعدين ما كاش هذيك الرومانسيه ما كاش تبادل في في الحكي في الكلام في ال في ال ماشي كامل يعني باش ما نكونوش ظالمين لا انا نقول لك بعض مش اكيد اكيد ولكن قلال هاد الناس هذوما. المراه حتى اذا كانت قويه وكانت لاعبه كره قدم تحتاج الاهتمام أكيد إليش يعني بيان سور مي جو سوي با ان بون هوم نون بلو هان بي كوتي لي فام فوتبولوز سي دي فام ا بار انتيير سي دي فام عندهم ان كور سي دي فام إل سون كاباب دو فوندي ان فوايي سي فري كو أنا ما مشاتليش المرة الأولى مكتوب ولكن أو كونتخيغ لا فام فوتبولوز كونت إل سو ماري إل سوكيب بيان دو سون ماري راكم غلطين والمظاهر خداعة جدا. مستعدة أنك تكرري تجربة الزواج أم غلقتي الباب؟ لا أكيد لا سيجي تخو مون برنس شارمون أكيد وي رجل رومانسي رجل اللي يحترم المرأة رجل رومانسية جدا أكيد دعيمة. أكيد موش كاكا كي تخي رومانتيك بكل صراحة. ودعيمة وعلاقتك بالكوزينة كيفاش؟ خي طيبت معك إيه مع التجربة هاتيك طبعا كان ضيفتنا في تالنت كوك في شهر رمضان. وي جو بريبار ما نقولكش إكسلنت ولكن جو بريبار de la bouffe que الناس تحبها كي نطيب انا ايزام سيتون هذه من بين ربما النقاط لما الناس يشوفوا لعيبه كره قدم يقول لك سير ما تعرفش تطيب سير ما تعرفش نطيب شوف انا عشان طيب الحلوه وي اوكي ولكن الماكله لو ميناج اكسيتيرا بيرفكت يعني انت ما تحبيش لما يقول بلاستيك في الكوزينه ولكن طيبي مالغري انه يوشوف يا فما الجيريان ان شاء الله تكون واش تكون وزيره بيلوت طبيبه انيماتريس صحفيه مديره مديرة عام بي دي جي هي المرأة الشرطية دركية هي المرأة الجزائرية يعني اللي لقنا عطولها انتروفي وسبحان الله يعني سي اون فام براف يعني المرأة الجزائرية يعني باسكو سي با باسكو جو سوي الجيريان ولا اكيد لا لا فام الجيريان سي اون براف فام سي اون فام داخل البيت خارج البيت. وش هو السبب اللي يخلي ربما المجتمع الجزائري او نقولوا احنا عندنا في العاميه ديالنا انه لاعبات كره القدم يقول لك انه انا مستحيل انه نكون اسره مع لاعبات كره قدم او مع بيلوت او مع كذا؟ والله غلط ان توكا سكي سيغ انه لما تحكي مع فوتبول راح تفهمك هذه الحاجه الوحيده او الميزه الوحيده انك لما تتزوج بلاعبه كره قدم راح تقدر تحكي معها فوتبول. شوفي فوتبول سياسه ثقافه وتفرجوا لي ماتش تجيب هذه سيغ سيغتا بيان سيغ لو بارتاج سي كوا ان كوب سي لو بارتاج دونك اي بي المظاهر اريتي احنا في الجزائر بزاف المظاهر وبالخوف سورتو نجيجو بزاف ناس Arrêtez de juger les gens parce que mais j'ai qui chauffe l'unouth elle a sa fidèle une femme à Kralten comme Kralten. Où est-ce que tu as perdu que فيها ربما كرة القدم أو رياضة كرة القدم؟ في الساك منو رياضة كرة القدم هي حبي الأول والأخير مش نكمل الخير. يعني كنت قادرة أن تخسر أي شيء من أجلها؟ نخسر أي شيء لا أكيد لا ولكن لو كنا نخسر أي شيء ما نكونش نزوج وما نتقبلش يعني. Non, absolument pas. Yani, au contraire, le courant de la Kadam, c'est ce que je suis. Grâce au football féminin, je suis devenue professionnelle. Ou, yani, donc, j'ai créé l'histoire. Dieu merci. Donc, qu'est-ce qui a fait que la femme a fait que tu te fais le talaq? Wallahi, عدد أسئلة وعدد مشاكل. ولكن أنا بالنسبة لي, pour demander le divorce, il faut. Il faut passer par la communication. حنا في الجزائر يعني malheureusement الشيء المؤسف في الجزائر انه حنا لما نتزوجوا ما نتزوجوش بالراجل. نتزوجوا بالراجل بيماه باباه خوه اختو وليد خوه وليد مي اريتي كوا
لا غرومير لو غرانبير مي اريتي كو العائله ككل يعني يعني زوجي قام على فامي ما تزوجيش مع الراجل زوجي قام على فامي مش حبيتي تكون لا كومينيكاسيون ولا الزواج ولا الحب ولا الرومانسيه ما حكيتلكش يوما مع هكذا مع روحك قلتي لو كان غير ما طلقت نو باسكو تو سامبلومون اي ميريت با ما كانش يستهني باسكو عطيت له كل شيء ربما تزعجك كلمه مطلقه ابسوليمون با نو ولا يعني هي تجربه و انا ماشي هذا تاع اللي تبكي على سعدها باسكو طلقني راجل اي انا طلقك واحد يديك زوج ثلاثه اربعه وانت واش كي حابه كاين رجال اللي يقدروا جو دير تو بو تو ماريي كوم راجل كي طلق يبي سو ماريي انا ما عنديش هذيك تاع زعما قالوا لي مطلقه نو ما شيري نو لا في لي فيت انسي ما شيري ما كتبش المكتوب بيناتكم السلام عليكم الى اللقاء غوفي تا في سوا فورت ما ديريش بوتيتر لي ميم زيرور تختاري الشخص الثاني يعني على اساس انه حياتك كيما هكا لازم تكون منتسقه باسكو حنايا اون فيت ليسونسييل نزوجو ندورو لو تيتر دو ماريي لا لا انا ما نديش لو تيتر دو ماريي سي بور سا فيه طلاق كثير لانه ربما نتزوجوا باش نتزوجوا مش نتزوجوا فوالا انا باش ندير الراجل اللي يدوت على الباب ما نستحقوش انا بداتي راجل دونك سا سيغ ريان Je vais choquer beaucoup de personnes, mais c'est la vérité. Allah غالب. أنا راجل بمعنى الكلمة. الكثير راح يقول راح يلومك على كلمة أنا بدايتي راجل. بدايتي راجل. Dans quel sens? De quel sens? C'est-à-dire نتزوج كم زاف يتزوجوا اسم راجل. ولكن هي ما مهتمة بزوج تاعها، ما مهتمة بالبيت تاعها، ما مهتمة بأولادها. ما حتى تقيمة للراجل هذا كي تزوج به سما دير واش تبغي يعني السبب اللي خلاها تزوج هو الزواج في حد ذاته يعطيك كي نقول لك انا راجل استدي قادر على شيء علاش قايه استدي انا انسانه محترمه نخدم نجيب قوتي نخلص لي فاكتور تاعي باسكو الراجل سي كوا كون تو ماري تو في دي انفون و بارتاجي تو الراجل هو يسير كلش فهمتيني سي دون سو سونس لا دون سو سونس لا يعني انا ما نديرش كيما يديروا كامل استدي نتزوج جوست باش نقول عندي راجل نو نو من الراجل بمع الراجل ديجا كي تزوجيه تحطيه هنا حتى لو ما يكونش مليح قيمي الراجل قعد راجل فهمتيني دوك انا من هذا الباب انا بو مو نربوني موليا انه الراجل يقعد راجل بعيوبه ولا مش بعيوبه شوفي راح نديروا كويز صغير معاك باش نكتشف اكثر شخصيتك هو كويز لازم تجاوبي عليه بسرعه ديريكت يلا سؤال جواب نشال باش نمروا لكويز اخر يلا اول راتب تقاديتيه في المنتخب الوطني مدربة منتخب وطني 40,000 دينار أغنية كي تسمعها تروح بعيد إليسا أيوة. يا مرايتي تاريخ مستحيل تنساه 2004 أول تأهل لنا في المنتخب الوطني سيدات لنهائيات كأس إفريقيا للأمم في جنوب إفريقيا وشنو هي الحاجة اللي تحرمت منها نعيمة الأولاد وش اللي زعف نعيمة الانفيديديتي les gens malhonnêtes et les hypocrites. أفضل معلق بالنسبة لك؟ حفيد الدراجي و بوتاجين. Entre les deux, يلا. Entre les deux, bon, بوتاجين parce que maintenant il est retraité, mais حفيد الدراجي أكيد. يلا هذا كان كويز سريع باش نعرفوا عليك quelques informations المستحيل نقدر نعرفوهم بالأسئلة الطويلة. يلا خلينا نمروا الآن لفترة واحدة أخرى من حياتك وهي أنك عشتي فترة في الخارج. عاودتي رجعتي شنو الشيء اللي خلى نعيمة ما تستقرش في الخارج تعاود ترجع للجزائر؟ نموت على الجزائر ما نحبش الغربة نموت على بلادي كلك سوا مالغري كو فيها أشياء ما يعجبونيش يعني الإنسان ما يقدرش يستقر أليس ولكن بالعيوب تاعها نموت على الجزائر حتى لو ربما تكوني في الخارج وتكوني في إن سيتواسيون يعني راني سيتواسيون الحمد لله يعني الحمد نحمد ربي ونشكره نروح ونولي بصح ولكن نقعد اكثر شيء في الجزائر اكثر من فرنسا. وش رايك انت اليوم في مستوى كره القدم النسويه؟ والله مستواه ضعيف. ناتج عن سوء التسيير وسياسه البريكولاج. يلا خلينا نمر من هذا السؤال او من هذه الاجابه نمر مباشره لثالث كويز في حلقه اليوم كويز الصور وهي صور من نوع اخر باش هي تختار من بينهم يلا خلينا نروح نشوفوا وش راح يكون رأيها في الصور اللي حتشوفها نعمة العود كويز آخر مع نعمة العودي وهذه المرة عندك صور ولكن بطريقة أخرى راح تخيري لي من بين ثلاث صور كل واحد في مجاله يلا أول ثلاث صور راح يكون مدربي منتخب الوطني بين جمال بالماضي طبعا يلا حطونا الصور نشوفوهم بين جمال بالماضي رابح سعدان وحيد حليلوزيج
Le meilleur d'entre eux ? Oui. Ali Lozic. À l'âge ? Ali Lozic, c'est quelqu'un qui a donné beaucoup de chance à Laibin dans le Jazair. Il a cherché tout, c'est-à-dire même le fond, en tant que technicien, hein, mm-hmm. malgré que Belmadi, il a gagné la Coupe d'Afrique, une étoile. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Saadan, c'est Cheikh Moudaribin, yani, que je respecte énormément, mais qui est l'afdal sur le plan football, hein, sur le plan football gestion, je préfère Ali Lozic. ثاني الصور أو اللي حتختاري ما بيناتهم ما بين صورتين مش ثلاث صور يلا خلينا نشوفوا الصور عندك بيان سور حناشي أو سعيد علاق أكيد أكيد لأنه على بالنا كامل جوابك أكيد حناشي يعني أنا بقول الإمبراطور سي لوم لو بلو تيتري ربي يرحمه علاق أوسي سي أن غران مسيو كو جو لو سالو سي أن تري بون جيستيونير إلا بوكو أبري أ ترافير دو حناشي وقالها هو بفمو. Donc après Hnachi li rahmo pour moi c'est monsieur Alliq. يعني الاختيار الحناشي لانه حناشي اكيد يعني c'est un très très grand président gestionnaire de la GS Kabylie là les titres يهضروا عليه ربي يرحمه ولكن سي Alliq aussi c'est un excellent gestionnaire. Donc avec moi je le vois très très bien comme président d'un grand club comme l'USMA ou autre. يلا هنروحوا للصورة أخرى أو ثلاث صور واحد أخرين لاعبي المنتخب الوطني بين بغداد بنجاح رياض محرز أو إسلام سليماني والله في ثلاثة سي دي غران جوار ولكن كنت نبال دو بروفيسيوناليزم اكسيتيرا بيان سور سي محرز لو ميور جوار اوكي ولكن سليماني أبرز بليكون كوا le fort caractère les Hindou, c'est un gagneur. Et j'admire ce genre de personnalité de joueur. Et malgré critique ou etc., etc. Mais il a toujours donné. Il était présent pour la sélection nationale. Bredad Bounedjah, c'est un gentleman ce mec. C'est classe. Il a dit mais beaucoup de صراحة يعني c'est un. مع أنه محرز كان تعرض لتعليقات سلبية كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما نقولوا أقصينا من من oui, il y en a une critique et je l'ai critiqué. Oui, mais bon, si je choisis entre les trois, كل صراحة je choisirais بنجاح. يلا نمروا لصورة أخرى بين طبعا رأس ألفاف ثلاث شخصيات روروا زتشي أو وليد سعدي. شوفي زتشي moi je vais te dire que la seule chose il a donné les moyens au football féminin. ولكن il était très très mal entouré. وغلطوه بزاف وغلطوه بالنسبه ليا ما سامحوش البورتون سيتي انامي اوكي ما سمحلوش بكل صراحه لانه كتكون كرئيس حتى لو جابوا لك هضره ولا جابوا لك ولا حكاو لك لا مواندغ دي شوز تستدعيني وتسمع لي وي داكور هو نو يعني في الدنيا هذه كاين ربي وكاين لو جوج دونك جو بونس ك ربي قال لك تسمع من زوج والجوج يسمع من زوج هما هو سمع جوج واحد وحكم وعدم وكلش في هذه ما نحترموش ولكن الشطر تاع كره القدم النسائيه بكل صراحه الى دوني لي مويان بوكو بور الفوتبول فيمينال نحييه بالمناسبه مسيو راهو سي ان جنتلمان سي امبراطور في الاتحاديه ايمان بوكو ايما توجو ريسبكتي هذا السيد هذا الحاجه اللي نبغيه فيه وكما يقول لك il m'a récompensé في الاتحاد اول امراه في الميدان الرياضي الحجره وراوا il m'a récompensé يعني نحييه سي ان بريزيدون دين سينو لا ولكن الغلط تاعو سي كو ما كانش لاتي بوكو بلوس في البطوله الوطنيه والبين الجهه بين الرابطات il n'a pas fait vraiment ولكن il restera toujours un grand président de fédération il a fait beaucoup malgré qu'il n'a pas gagné de titre مي طلعنا المنتخب الوطني تاعنا الى ابعد حد مسيو سعدي انا tout ce que je lui souhaite un excellent chemin parce que déjà اني حسيته il est venu باش يخدم c'est l'élève de monsieur Raoua et je sais qu'il fera beaucoup mlija aussi il est en train de travailler d'arrache-pied ونتمناه ان شاء الله باسكو بيانتو العهد باش يديروا لي زيليكسيون نتمنى له انه يترشح ويفوز بالاتحاديه لانه معاه الاتحاديه هذه حتتنقى وحتروح بعيد ان شاء الله ان شاء الله يلا الصوره الاخيره طبعا البطلات الجديدو في الجزائر سليمه سوكري كوثر وعلال او ايمان خليف وشوف بالغادي كلهم بطلات ما شاء الله وكلهم يعني لهم التحيه والتقدير ولكن انا ما حطيتيش صوره
أعز صديقة وأعز أولمبية وأعز بطلة عالم أولمبية في إفريقيا سوريا حداد. هي سوريا حداد. أنا بالنسبة لي لكل هذوما يعني نحترمهم ونحييهم وبطلات الشرف الراية الوطنية، ولكن أكثرهن أكثرهن باللغة العربية هي سوريا حداد. مش لأنه بنت بلادك؟ أكيد لا، نو أبسوليمون با، نو كاين لي بلو غون جودوكات كامل هما من القبائل العتروس ليندا مكزين، كاين بزاف لعيبات يعني لعيبات الجودو، هي لانها تو سامبلومون لا سول جودوكات الجيريان افريكان اللي تحصلت على الميداليه الاولمبيه دونك ومام بطله العالم مرتبه ثالثه، دونك سي دي تيتغ مونديو ما كاش احسن منها. نقول لك شكون من بينها ما عندها امكانيات كثيره لكن ما توفقتش او ما عرفتش تستغلهم. شوفي سكر حبيبة قلت لها سكو جو بونس ديل اني تي با سيريو اني با سيريوز اني با بروفيسيونيل اوكي على بالها خليه سي اون شامبيون بدون منازع وان شاء الله تكون في باريس ان شاء الله تجيب لها الميداليه الاولمبيه في فرنسا ونتمنى لها كل النجاح سي اون غراند اتليت سي اون فري بروفيسيونيل. لو ما تعرضش مسكينه لكولاتك كمرات سابقه يا ودي على بالنا بليك سي لا ميور دونك حتى لو تخسر حنا على بالنا سي لا ميور اون سورا ديغيغ ال لا جودوكات بالقاضي على بال افنيغ سي كاليفي بور لي جوز اولمبيك نتمنى لها كل النجاح يلاقي دعموها يلاقي دعموها باسكو هي بطله ناشئه ولاقي يعطوا لها الامكانيات لانها سي اون بيرسون كي سيريوز ويحب يتوصل اوكي سوا كري سوا كري بطلتنا يعني سي اون بيرسون على دوني مثلت الرايه الوطنيه على جودو مونديال اكستراوردينير c'est une malheureusement ما توفقتش في الاولمبياد ولا في البطولات العالميه تحصل توجور مرتبه الخامسه ما عندهاش الزهر لانه عندها الامكانيات عندها النيفو مونديال اكسيلونت اكسيلونت فلهذا بارابور لو تيتغ اولمبيك دونك اوتوماتيكمون نختار انا يا سوريا حداد. الى خلينا نمر من هذا الكويز لثالث فقره في حلقه اليوم فقره نقطه الى السطر مع طبعا نعمه العوادي. آخر فقرة في حلقة اليوم هي فقرة نقطة إلى السطر مع نعيمة العوادي، لازم تكون إجابتك صريحة وجيهة وسريعة. يلا نبدأ. أول نقطة هي لاميزاجور طبعا أو آخر حدث في كرة القدم كان طبعا تتويج مولودية العاصمة بالبطولة، كيفاش عشتي انت هذا التتويج وكيفاش تعليقك على هذا التتويج؟ والله هي التتويج هذا كان مستحق بكل صراحة، يعني لما تحدثت مع صديقتي العيفة نشيدة هي تموت على المولودية، هي فري فان دمها مولودية حتى 2 mois قلت لها انتم تكونوا بطل الجزائر بوكو با لو دوبلي ميم لا كوب دالجيري عندهم من بال ايكيب يعني داروا ان بون ريكرو حجر جم لو بريزيدون الى في ان ايمونس ترافاي المدرب اكطوالمون اللي كانوا عايروه في السنه الماضيه قلت لها صديقه تاعي قلت لها وزافي ان تري تري بوميل واسمو قلت لها وزافي ان اكسيلون انترينور قلت له ليسي لو طون لاني بروشين نتحداك تشوفي سي فو سوريش با شامبيون لاني بروشين Et puis donc انا كنت متاكده انه المولودية تدي الكاس مبروك عليهم ويستاهلوا يستاهلوا سورتو عندهم ان بوبليك ما شاء الله يعني المولودية شكون ما يحبهاش مبروك عليهم وان شاء الله لا فينال كو لو ميور غان ان شاء الله في الكاس الجمهورية ان شاء الله ان شاء الله. نقطة ثانية او نقطة اخرى، هل تفكري نعيمة في تدريب المنتخب الوطني مستقبلا؟ مع رئيس اتحادية جديد ومع سياسة جديدة لما لا؟ لما لا؟ وش هي طموحاتك معه؟ مع من؟ مع الفريق الوطني. طموحاتي انه باسكو عندنا لعيبات شويه هنا في الجزائر ما نقولوش بزاف لعيبات حبيبات هنا في الجزائر وعندنا لعيبات بزاف في الخارج دونك نجيب باش نجيب من الخارج نخلي غير البنات تاع الجزائر ولكن دو يلقط روحي تجيبي لي ميور تو دو لي كونفانك باش تكوني منتخبات وطنيه في المستوى العالي لانه اليوم الكره القدم النسائيه راه في تطوير جدا وحتى الاحترافيه راهي على الابواب وراهي تجي تجري. مؤخرا عن الاعلام الرياضي كان وزير الاتصال عقب عن طبعا الاعلام الرياضي وقال انه لابد انه الصحفيين يلتزموا بدورهم كصحفيين وانهم ما يحلوش او ما ينتحلوش شخصيه المحللين وانه لازم يلتزموا باخلاقيات المهنه، واش تعقيبك على هذا القرار؟
راني معاه 100% لانه عنده الحق وزير الاتصال، لان لما نشوفوا حنايا صحفيين يعلقوا ويتحللوا ويدابزوا مع المحللين، رجعوا المحللين ما يعرفوش بالون. دونك انت كصحفي تو بوز دي كيسيون، المحلل هو يحلل لك، اعطي له حاجه يحللها لك، سي سون ترافاي، جبتو راك تخلص فيه، دونك خليه يحلل. لما الصحفي يحلل في بلاصه في بلاصه المحلل، هاي علاش تجيبو كتحلل وحدك ودير الحصه وحدك؟ السلام عليكم. في هذه جو سوي توت افي داكور، كل واحد يرجع لمكانته احسن. نقطه اخرى نعيمه، رجعتي مؤخرا لبيتك الثاني او تا دوزيام ميزون، شبيبه القبائل كمسؤوله الفريق، حدثينا وشنو هما اهم ثلاث قرارات خديتيهم ولا راح تاخديهم في هاد مع هذا الفريق؟ والله مش اهم ثلاث قرارات، يعني لما رحت للشبيبه انايا رحت افيك ان بروجي، ما رحت بديه ولا بلا طاي كيما نقولوا لك. جافي ان بروجي كي تري تري بيان ايتوديي à long terme, يعني في مستوى في à long terme, يعني مش à moyen ou à court terme, c'est-à-dire في 3 ans 3-4 ans. رحبوا بالفكره وكل صراحه، يعني رئيس اللي كان سي شلول رحب بالفكره، والمناجر العام زافور، وحتى مدير تقني جمال مناد، كل صراحه يعني رحبوا بيا وعاونوني بكل صراحه. الهدف الاول هو انه كان نكون فريق الشبيبه، سيدة ألف أقل من 17، أقل من 20، 17 و15 وحتى 13، ولكن تحدثوا توجور على المرافق، ما كاش مرافق في تيزي وزو، يعني هذا الشيء السلبي السلبي كبير. فلهذا يعني درنا سيدة ألف 17 و15 سنة وحتى 13 سنة في الطريق. ثاني شيء هو الأكسيسيون، يعني باش نطلعوا العام تاعنا نطلعوا الدرجة الأولى. الحمد لله رانا 99.99% رانا متوفقين. اكزاكتومون، اون اي لاكسيسيون للدرجه الاولى، يعني كل مباريات يعني فزناهم ولا مباراه خسرناها، وسجلوا علينا هدفين في البطوله، يعني في الموسم دو بوت ان انكيسي كو دو بوت. والهدف الثالث انه جو فير ان ديبارتمون فوتبول فيمينا او سان دو لا جي اس كا. اليوم جا رئيس جديد، سي ولد علي رئيس وزير سابق، وجا مدير عام هو حكيم الدان، يعني دو فورت بيرسوناليتي، مسيرين كبار، كل واحد عنده لو باركور تاعو. انا نظن انه مع هاد الناس هذوما الشبيبه القبائل الكل حتكون ان شاء الله في الطريق السليم، وان شاء الله يخدموا ونخدموا معاهم لنبرزوا في المستقبل القريب ان شاء الله. نقطه اخيره في نقطه الى السطر نعيمه، وشنو هي اهم نصيحه تقدمها نعيمه لاعبات كره القدم؟ اول نصيحه انه لازم تلتزم بتربيتها واخلاقها اول شيء، ثاني شيء بالانوثه تاعها، ثالث شيء ماشي اللي راح يديها. اوكي، وبالخصوص انا نوجه نداء للعائلات مش اللاعبات. العائلات يعني لاعبات كره القدم، تبعوا اولادكم بناتكم، تبعوهم تبعوهم تبعوهم، وحوسوا وتفهموا، تعيطوا المدربين مسؤولين، يلاقوا لو كونتاكت يكون ديريكت، وبناتكم طول طون او تليفون فو لي زابلي، باش تكون في طريق المستقيم، يعني القرايه رياضه لي دو تروك كي سو ماري تري تري بيان. وما يخفاش انه كره القدم اليوم راهي الابواب خلاص بدات تدخل شويه الاحترافيه، يعني اللعبه تخلص اليوم. انا نشوفوا الشبيبه، نشوفوا السي ار بي، نشوفوا السياسي، ونشوفوا الياسمه، المولوديه، الثوره، سطيف، يعني هذه النوادي راهم في الاحتراف، والبنات يتقاضوا اموال، ولكن مش اموال كبيره، ولكن احسن لما كانوا في الجمعيات. يلا نمر لاخر كويس في حلقه اليوم، توب ولا فلوب مع نعيمه العواد. توب ولا فلوب مع نعيمه العوادي هو اخر كويس في حلقه اليوم. عندنا دي زيكسبريسيون تصريحات انت قلتيهم، عندنا اشياء اخرى، انت تقولي لي اسكو توب ولا فلوب، عجبك سؤال ولا لا، يعني تايدي ولا تقدري تبدلي. اول حاجه، انا هي المنتخب الوطني، احب من احب وكره من كره. انا المنتخب الوطني؟ لا اكيد لا، مش انا، يعني مش ملكيه خاصه، ولكن ما نعرفش كيش يقولها بالعربيه، جي كري ليستوار ان فوتبول، جي رامي التاريخ، يعطيك الصحه. غراس ا موا سي لو فوتبول فيمينا اكزيست ان الجيري، il faut remettre à César ce qu'elle appartient à César. يعني كتبتي تاريخ المنتخب الوطني النسوي، ولكن واش تعني بانه il faut rendre à César ce qui rendre à César ce qui appartient à César؟ يعني لو مينيموم نكون في ممبر دو بيرو فيدرال، جوري ان ستاتيو سبيسيال، انه يكون عندك منصب في
باش في تسيير المنتخب الوطني؟ ماشي تسيير المنتخب الوطني، نعطي نعمل لتطوير هذه الكرة القدم النسائية، نحط سياسة واضحة لتطوير كرة القدم النسائية. نقطة أخرى، منتخبنا النسوي في التسعينات أفضل من المنتخب الوطني، يعني بمعنى بكري أفضل من الآن. أكيد. علاش؟ المستوى والنتائج تتحدث لنفسها. كيش نهار خممتي ديري ريجيم؟ وبي إنو عندك البلا بلاك طب ولا فلاب تقولين شحال توزني؟ فلاب شوفوا في كلش صريحة سمينة سمينة في كلش صريحة لحقت الوزن قالت لك اوا فلاب نو 85 كيلو انا استفزيتها صافا ماشي بزاف طب ولا فلاب انه النساء يدخلوا الملاعب اكيد يس ولكن ماشي اللي يدخلوا برك الملاعب هاك يفوك سوا تري تري اورغانيزي ولكن مش كل مباراة انا بالنسبة لي المنتخبات المنتخب الوطني كيدخلوا الملاعب واش زعما واش تقصي بالتاطير استادير كو لي فامي وحدهم يبصحوا ولكن ماشي كل ماشي في البطوله البطوله سي تري كومبليكي ولكن لما زعما نلعبوا باغ اكزومبل الملاعب اللي بنات الجزائر الملاعب العالميه هذه كيما فوهران تيزي وزو براقي وي يدخلوا لما يكونوا مباراه المنتخب الوطني ربما حتى النوادي الاخرى يديروا مدرجات سبيسيال بور لي فامي علاه النساء كاين النساء اللي يحبوا المولوديه يحبوا جياس كاع البنات الصغار الشيخ عجوزه حنا في تيزي وزو كانوا يروحوا للستاد شفتوهم يعني في يعني حاجه واو توب او فلوب انك كنت ضيفتنا اليوم في كتاب مشاهير اي كومون جو سي افيك تو جو في دير فلوب كابابل عجبك الحال بكل صراحه نو شيماء والله شوفي قلتها لك وزن بس يعني لا ثروزيام فوا جو باس افيك تو مش تجد با دي فلور يعني والله من احسن انيماتريس اللي جست معهم حتى الحصص تاعك حلوه ديناميك يعني تخلي الانفيتي يكون اليز والحصه تاعك يعني متميزه بكل صراحه شكرا لك وانا دائما شكرك على الاستضافه الطيبه وتوجور طون اكاي طون سوغير اي تا سامباتي افيك مو شكرا لحضورك معنا انا دائما اتشرف بحضورك معايا في حبيبتي. البرامج شكرا لكم مشاهدينا انتم اللي تابعتونا ربما عندك كلمه اخيره باش تختمي بها مع الجمهور اللي تابع فينا والله هي الكلمه الاخيره نتمنى انه نداء لكل نساء لكل رياضيات اللي يحبوا شباب القبائل يجونا لو ديرني ماتش لو 31 ان شاء الله اخر مباراه في تيزي وزو باش نرفدوا الكاس بور لاكسيسيون اون دي 1 وفيها يعني تكون جو عائلي والناس انا معروضين انا وفهمه بن سعيد طبعا اكيد اكيد ما تجيش ما تنسيش نجي الحصه تاعك هي نهضر ما تجيش ما تنسيش نجي اكيد سمعي فهيمه على غلط وفهيمه تزقت عليك فهذا يعني ان شاء الله تكون فرحه فرحتين وان شاء الله نقول يعني جو فيليسيت لي يو 21 تاع لا جي اس كا الكاس تاع الرابطه وجو فيليسيت لي يو 15 اللي فازوا بكاس الجمهوريه ولي اي 13 اللي فازوا بالبطوله الجهويه نتمنى لهم النجاح ان شاء الله وفيف لا جي اس كا ثم فيف لا جي اس كا زول في اللوين اتري بيانتو شكرا لك نعيمه شكرا جزيلا شكرا مشاهدينا انتم اللي تابعتونا طبعا ان شاء الله نكونوا خفف عليكم وكنتوا استمتعتوا معنا النهار اليوم شكرا لكامل الفريق القائم على هذا البرنامج من تقنيين عفوا مكياج وفيما بن سعيد اللي كانت في اعداد هذه الحلقه لما ننسوا ان نشكر هابي فورنيتور اللي وراء ديكورنا وطبعا شكرا لكم انتم انا معي ليا غنقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في الحلقه القادمه